مشاهدينا بدي احييكم دائما مع الحل عنا عبر الام تي في، وحتى نربح وقت اكثر نقدر ناخذ اتصالاتكم رح نبلش مباشره بالمعلومه. لكل محبي الصيد عندهم هواية الصيد وناطرين الموسم، وزارة البيئة أعلنت أن عدلت لائحة المستندات العائدة لتجديد رخص الصيد البري، إذ قامت بإلغاء وجوب تقديم السجل العدلي والتقرير الطبي مع المستندات الواجب تقديمها عند تجديد رخص الصيد البري. ولفتت الوزارة إلا أن أصدرت لغاية تاريخه 3000 رخصة صيد لموسم 2019-2020، ورح تستمر بتلقي الطلبات للموسم المذكور يلي بيبدأ بأول أيلول ولغاية 15 شباط، وذلك للطرائد المسموح صيدها خلال الموسم ووفق الكميات المحددة خلال رحلة الصيد الواحدة، وهي الآتي: المطوأ 50، السمون 20، الفرة 20، السلانش 25، ديك الغاب، دجاج الأرض 5، البط الخضاري والخزف الشتوي والصيفي يعني معروف بالفرفور عدد 5، الكيخن عدد 10، حمام بري معروف بالدلم كمان 5 فقط، والخنزير البري عدد غير محدد، والأرنب البري 5. وزارة البيئة دعت الصيادين إلى وجوب الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن وزارة البيئة فيما يتعلق بآلية إعطاء رخص الصيد وأنظمة الصيد البري، وليس على أي مصدر آخر، خاصة أنه المعلومات اللي عم بيتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي لا ضرورة لتقدم جميع الصيادين للحصول على يكون مصدرها وزارة البيئة. وشددت على رخصة الصيد لهالموسم، لاسيما أنه بيتم التشدد من قبل القوى الأمنية لقمع كل مخالفات الصيد البري قبل الموسم وخلاله. وزارة البيئة أكدت وجوب احترام الصيادين لقانون وأنظمة الصيد البري وعدم الصيد قبل فتح موسم الصيد البري القانوني، وضرورة حيازة الصياد لرخصة الصيد خلال ممارسته الصيد البري بالموسم، وعدم التعرض للطيور الجارحة والطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وحصر الصيد فقط بأنواع الطرائد المسموحة وأعدادها، وعدم الصيد بواسطة وسائل الصيد الممنوعة خصوصا الدبق والشباك والآلات الكهربائية يلي بتصدر أصوات شبيهة بأصوات الطيور، وعدم الصيد خلال الليل، وذلك حفاظا على أنواع الطيور والحيوانات اللي أصبحت آية للانقراض، ومن أجل احترام التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المصدقة من قبل، وأنا بزيد عليها بين البيوت كمان، ما تكون قريبة من البيوت. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو. ألو. أهلا. بونجور مدام ريكا. بونجور. معك جورج خور، عم بحكيك من الأشرفية. إيه أهلا مستر خور، تفضل. مدام أول شيء بدي أقول لك مرسي كتير على البرنامج، عن جد يعني بتفش خلق. أهلا فيك. عن جد منفش خلقنا، لأنه ما في شيء ظابط من غير نحن بلد. مش بس بهمنا يعني نفش خلق، يعني بهمنا نوصل لحلول، لأنه أهمية البرنامج نوصل ونلاقي صحيح حلول ونساعد الناس. أهلا وسهلا فيك. بس بدي أحكي عن قصة الطرقات. نحن اليوم صيفية. نعم. وجاي سواح، وأصلا شو بدي بالسواح؟ نحن الشعب اللبناني طرقاتنا، أنت عم تروح على الطرقات وبتعرفي يعني بيكون الأوتوسترادات كلها ما بتسوى، الطرقات كلها ما بتسوى، بيطلبوا ميكانيك، إذا تأخرت شهر على الميكانيك بياخدوا غرامة 10% على كل سيارة. طب هسا المصاري تبع الميكانيك وين عم بتروح؟ ما بعرف. يعني مش بس الحفري حفر، إنارة ما في، مريت بنشوفها بالنهار ما بنشوفها بالليل، ونحن بدنا اياها بالليل. صرخة عن تزيح منا مزيحة 100%. بس للطرقات كنتوا مشكورين، انتوا عندكم هيدي الكاميون اوعى جورة، يجيبوا الدولة واحد مثله يسدوا هالجوار، يسدوا هالجوار، كاميون واحد بكفي للبنان كله. كنتوا عندكم هيدي اوعى جورة، وين اخذتوه؟ وين راح؟ ما بعرف. لا بعضه موجود، بس انه واحد بيتواصل معهم، يعني عرفت كيف؟ يعني صدقيني شو كل لبنان طرقاته ما بتسوى. لا لك شغله، هلا طلع السياره جديده من الشركه بعد شهر ريفيزيون
رايحين التربيع او رايحين دوليبه. لا لك شغله ما بينحمل يا مدام. لا خبرك هلا طلعت الموازنه وبعتقد رح يكون في تلزيم لبعض الاشغال على الطرقات. مدير عام الاشغال الاستاذ طارق رح يكون ضيفنا نهار الخميس، هيك بنعرف منه شو هي الطرقات الملزمه وين في، نقدر نعرف اكثر مباشره منه نهار الخميس بالحلقه اذا الله راد. باخذ اتصال اخر. الو الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم معك إبراهيم ميشيل فياض من كسبة الكورة. إيه أهلا فيك أستاذ فياض. أنا من الأساتذة تبع مدرسة النظرات. نعم مدام ربيكا، يعني أنا بتمنى يكون بهالبلد في مسؤول بيسمعنا، يعني اللي عم يصير معنا مستحيل بأي بلد بالعالم يصير، وأنا رح ضل ضمن التهذيب أنا لأنه ابن بيت، لأنك مربي أجيال يعني كمان إذا أستاذ يعني عندك مسؤولية. المدارس حتى للي منعلم فيها بعد النظرات عم تستغلنا مدام ربيكا، لأنه للي صاير فينا عن جد منه منطق أنه أنا أستاذ بعد 23 سنة بالنظرات تجي المدرسة بتكبني بعمل قضية أمور مستعجلة أنا ورفقاتي عند القاضي مارسيل بيسيل، أنا بدي سميه للي بيترك أمور المستعجلة من صغارتها، بد صارنا 7 سنين نحنا مقدمينا وراع المحكمة العسكرية أخذ معه الفايل. لوين بدك وصلت؟ وصلت لوزير العدل ابن منطقتي بالكورة مسيو سرحان ومش عم بياخد نتيجة. يا مدام أنا لا فيني أقبض من الضمان ولا فيني، ما عم بقدر على طيب مدام بدي ايش انا استاذ مدرسه ولادي عندي عائلتي، انه شو بدك ياني اعمل؟ بترك لهم هالبلد وبروح؟ مش عم يقبلوا بقى يعني المعاشات برا عيب. مدام ربيكا انا برا بتطلعي ب $2000 بدك تدفعي $1000 بيت لتردي لعائلتك $500-$600 على لبنان؟ هيدا مش بلد يا مدام ربيكا، نحن مش عايشين بالغابي اشرف الغابي. انا بطلع عند الاسد بقول له تعا حل لي قصتي بحلها هون، انه شو بدنا نعمل يا مدام ريبيكا؟ تبعتونا يعني انتم كمجموعه الملف لمجموعه الاساتذه اللي كلكم انتم يعني قضيتكم كانت عند القاضي مارسيل باسيل بعدها. نعم ايه بس المسيو مارسيل حضره القاضي المحترم انه معلش انت ما بتشوفي لما بدك تحكي معه، يعني مع يسوع نحن فينا نحكي معه ما فيك تحكي. ما انه مدام ريبيكا عيب لما انسان بيوصل لمرحله يستظهر العالم قدامه. لا 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 لك شغله، نحن وصلناه، نحن الاساتذه اللي علمناه قبل ما يوصل لمحل. لا لا لك شغله ما بدنا نحن نوصل، نحن بناتكم خلي يا مدام تب بدي انا حق يا مدام كيف بدنا نعيش؟ طب انا صوتي مين بدك؟ طب حتى ساعدك لحظه خليك معي خليني اتفاهم انا وياك. انت عندك الحق وميتين حق، مش معلوف ملف، مش معقول ملف يبقى 7 سنين بهالحاله هيدي لاساتذه يعني من المعيب جدا، مفروض يكون في تسريع بالموضوع. هلا ما بعرف اذا اخذ الملف معه على العسكريه ولا لا، ولكن اكيد رح يعينوا حدا محله بيبقى الملف عنده ما بياخده معه على العسكريه. بعتقد هيك. في شغله ثانيه رح اقول لك عنها، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد هو عامل فريق لما بيكون في شيء عالي او مؤخر او شو ما كان بيقدر واحد يتواصل معهم، هن بيتابعوا مع القاضي المعني، خصوصا لما في بعض القضاة عم بيتعينوا بمراكز تانية وعم تبقى هالملفات عالقة مثل قضيتكم انتو. يعني انا بتمنى عليك، هلا انا ما مش قدامي رقم مجلس قضاء الاعلى، بس على الاكيد بحلقة بكرة معطيكم اياه حتى تتواصلوا معهم، هو معين قاضي لهذه المواضيع لتساعد الناس اذا في شيء مؤخر، إذا قاضي انتقل لمطرح تاني، يعني عم بيحركوا الموضوع، يعني هيدي طريقة حتى كمان يساعدوا الناس. وكلنا بنعرف التأخير اللي حصل بسبب الاعتصام القضاة ومساعدين القاضيين وغيره. أوكي أهلا وسهلا فيك، رح أمن لك رقمهم وتواصلوا معهم، هن بتابعوا لك الملف مع القاضي مارسيل باسيل. فاصل ومنتابع. تابع الحال عنا وباخد اتصال جديد. الو 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 بونجور 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 بونجور، عم بسمعك وعم بقول لك بونجورين. شو عندك مسيو؟ مدام ربيكا نحن ساكنين بحاره النامي، عندنا مشكله بالكهرباء. اوكي شو هي؟
المطمر نعمة سكر من سنتين، وكل الضياع اللي حوالين المطمر عم ياخذوا كهرباء من الدولة لمدة 10 أو 15 سنة بدون مقابل. هلا مزبوط الاتفاق صار مزبوط، حارة النعمة ما عم بيطلع لها، نحن بحارة النعمة حرمينا من هالشيء من الأول، حرميكم ولا كانوا عم يعطوكم ووقفوا؟ ما كانت وردة حارة النعمة من بين نعم ليه في مولدات عنا بالمنطقة بدهم يستفيدوا، في 4-5 مولدات بدهم ياخذوا اشتراكات ويجبروا الناس تدفع اشتراكات، عم يطفوا كهرباء الدولة لكذا ساعة بالنهار لحتى هن ياخذوا كل شهر اشتراكات من الناس. طيب انا رح شوف مع البلدية اذا اساسا في اتفاق ان تكون حارة النعمة مشمولة بالقرية اللي بتستفيد من من كهرباء اللي طالعة من المطمر. خليني اسأل قبل ما نشوف بعدين قضية المطورات. اهلا وسهلا فيك، كمان اتصال اخر. بونجور. الو الو نقطع الاتصال. تواصل. بتواصل على فيسبوك الحل عنا منى شحادي بتقلي مساء الخير، يعني كتبت لي بالليل، ما بعرف إذا رح توصل رسالتي لمعالي وزير العمل بخصوص الإجراءات اليد العاملة الأجنبية مع استثناء عمال الأفران والمطاعم. بتمنى أنه يصير فيه فحوصات طبية عامة لكل من يريد العمل، كما يجب الرقابة الداخلية الدائمة كي لا تدخل مواد ممنوعة للتشويه أو تسبب بأي سموم. مع العلم من كم سنة حدثت أعمال وسخة بأحد الأفران على طريق جبيل، واليوم باتخاذ قرار يحد بالموظفين أجانب احتمال، ولا أجزم أن تعاد تلك الأفعال بغية الانتقام من المواطنين. أصلاً عمال أجانب ولا عمال لبنانيين مفروض إن كان بالمطاعم أو بالأفران أو بكل الأمور اللي بتتعاطى بالغذاء مفروض يكون في سلامة وشروط كتير دقيقة، والتفتيش أكيد لازم يكون كتير حازم. فارس شويري بيقول لي لدينا طريق زفت ولكن ينقصها زفت من دوار المكلس صعودا لغاية برمينة بحنس منطقة الاستياف، نخجل من التدرج على الطريق وكأننا نسير في سياراتنا على طريق غابة، نرجو الإعاز. بدي أشوف إذا هيدي مشمو إذا وزارة الأشغال لازم تزفتها أو بلدية، خليني أعرف الخميس من مدير عام الأشغال وبجاوبكم. شادي حاج عم بيقول سرقة جديدة من قبل شركة الاتصالات، رسوم الاشتراك 15 دولار للخط الثابت بالشهر، صرنا كم شهر صرنا عم نشوف زيادة برسوم الاشتراك، بيظهر أنه عم بيتم إضافة ضريبة مرتين، مرة كل مرة على 11% على رسوم الاشتراك ومرة على مجموع الفاتورة، وهيدي تعتبر نصب واحتيار ومخالف للقانون، يعني بندفع 22% تقريبا نسبة الضريبة. نحن رح نوضحها، رح اتمنى تتوضح وبعتي لنا صورة ليفرجونا، يعني بتمنى على أجيرو توضح لنا هذا الموضوع. منتابع الحل عنا إذا في اتصال جديد. ألو بونجور، كيفك مدام ريبتو؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ نحن مشتاق لك كثير، يعني على بهنيك على البرنامج، يعني لو ما انت كوارث كانت هالقد. شو عندك؟ تفضل. كوارث ما في، لو بتشوف كاميونات المي اللي طالعه نازله ليل نهار من الساعه 4 وربع الصبح، كاميونات طالعه ومازوت وتشحير وشحار وتعطير، شو بدي خبرك؟ وين؟ اي طرقات؟ منطقه منصيه يا سعاده، بيت مرعى، مناطق كلها منطقتين مخبصت. شو بدنا نقول لك مدام ربك؟ الله يساعدنا، وين المي عمي؟ وين المسؤول عن المي؟ هلا اذا في انقطاع مي بالمنطقه حدا يقول لي، يعني احنا دغري بنتواصل وعم نوصل الصوت وعم بيصير في تجاوب. نحن مش عم نحكي كرمال، عم نحكي كرمال الروائح في المازوت اللي قتلت العالم، يعني السترنات اللي بتنقل مي، الاشاب مونيتا طالعه والمازوت والدخنه، هذا اللي عم تقول لي عنه. الاوتوبيسات والكلات والكاميونات هذا اللي بيجيبوا بضاعه كوارث. اوكي. يعني وين الدراجات؟ كان في دراجين، كان في دراجين يوقفوا. ايه معك حق، يعني بدنا نناشد وزيره الداخليه انها ترجع تعزز هذا الموضوع. معك حق، معك حق، مثل امبارح كمان الجبلات، يعني
يلي طالعة وكل الجبلات وراها. يعني حدا قال لي امبارح بعد ما تلقيت اتصال على طريق المتن انه كمان الجبلات طالعة ما بتعرف شو عم بتطلع وراها، قالوا لي لانه يمكن الشوفور ما له خاصية بتطلع يوقف ويسرع الجبال، لما بيسرع الجبالة ما بعود مبين انه محملها اكتر من اللزوم، بس كمان بدهم يستلشوا بهالموضوع، ما معهم وقت يوقفوا هالدقيقتين يسرعوا الجبالة حتى يعني عاملين حمولة زيادة رضينا، بس كمان ما فيهم يأسروا كل العالم وراهم. هيدي كلها مواضيع بدها أكيد قرارات يعني تصدر رح تبعها. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال آخر. ألو. ألو مرحبا. مرحبا. معك مدام محفوظ. أهلا مدام. يعني أنا بيتي تقريبا آخر حدود بيروت أول غبيري. أول غبيري. أوكي أوكي. فنحن كهربيتنا هي تابعة لبيروت. نعم. بس لما بيجي بتفاجأ بتلاقي انه الكهرباء هي تابعة للغبيرة، يعني نحن عنا تأنين مثل تأنين جبل لبنان تمام. طب انه مندفع كهرباء فاتورة كهرباء لمدينة بيروت ومندفع موتور اشتراك ل يعني للكهرباء ان قطع الكهرباء، طب وين هذا الحل يعني شو بدنا نعمل؟ يعني انت عم تقولي انه بيروت الإدارية يلي تأنين الكهرباء قلب كتير من غير مناطق يعني ماكسيموم 3 ساعات. يعني هي 3 ساعات. 3 ساعات انتو عندكم يعني بتدفعوا بيروت بس مش مشمولين بهذا التأنين، عم يجي تأنين اكتر كأنه بغير منطقة، هذا عم تقولي؟ لا انا لما سألته للجيب الكهرباء وقتها قلت له طب كيف نحن تابعين لبيروت واللي هو في تأنين، يعني عنا تأنين مثل جبل لبنان. قال لقوا أقرب بوست لنحنا بيتنا حدود بيتنا هو الغبيرة. طب أي منطق يعني؟ بعد ما في شيء مش مزبوط. بعد ما فهمت عليك، جبل لبنان التأنين فيها أكتر بكتير من بيروت. طبيعي. أوكي. أنت عم تسألي حاسبينكم جبل لبنان أو بيروت مع أنكم تدفعوا بيروت؟ نعم. ما هيك؟ إنه ما دام إذا أنتوا جبل لبنان بتدفعوا جبل لبنان، بس لا اذا انتوا نحن اخر بنايه ببيروت. طب أوكي. انا الكهرباء تعولي تابعه لمدينه بيروت. مدام خليني ارجع تابعه لمدينه. طب بيروت. خليني ارجع اشوف الغبيري كيف طريقه الدفع تبعها والتأنين وبجاوبك حتى ما ناخذ وقت كثير. صوره اليوم. صورة اليوم هو اليوم عيد الرب 6 آب، وكتار بيسألوا ليه عيد التجلي. أنا بشكر كتير الأب جوزيف شربل خادم جمهور رعية مال يوسف بسكنتا يلي هيك باعت اليوم بقلنا أنه 6 آب هو عيد التجلي. في كتير من قالوا لي تيم أوت، يعني ما رح كمل الخبرية بتركها لنهار تاني وبعايد الكل. بعطيكم موعد بكرة.